أبونا مينا المتوحد كان بيقول جملة قصرناها احنا في جملة صغيرة. بيقول ايه؟ المذبح هو المذبح اللي قدامنا عندما يصلى عليه في الصبح، في الصبح يعني الصباح، يبقى ملاك المذبح فرحان. احنا بنقولها فرحوا ملاك المذبح، دي الجملة اللي اختصرت، لكن بقيتها بيقول ايه؟ وملائكة المذابح هم القوة التي تحارب عنا أو التي نحارب بها. ملائكة المذبح اللي احنا فرحناه، اللي احنا فرحناه بالصبح، هم القوة التي نحارب بها أو تحارب عنا. واخدين بالكم؟ دي قيمة الصلاة. يجي البابا كولوس في الصوم نينوى أو الصوم الكبير، يبتدي القداس الساعة 3 الظهر، القداس يخلص الساعة 5. تبص كده تلاقي أولاد صغيرين زي دول اللي قاعدين قدامنا داخلين الكنيسة ولابسين لبس المدرسة وشايلين الشنط بتاعتهم بإيديهم، يسجدوا قدام البابا ويسجدوا قدامه في خشوع ورهبة، يرشم لهم التواني بتاعتهم ويبتدوا يصلوا معاه. اللي كان يبص من الناحية التانية على البابا وهو بيرشم لهم التونية، يلاقوا البابا شفايفه فيها ابتسامة، ابتسامة صافية، قلبه من جوه مليان فرح لأنه شايف محبة الناس للكنيسة، وهذه المحبة دخلت في قلب هؤلاء الأطفال الصغار. عجيب، عجيب هذا البابا. ويطلب من الناس اللي في المقر بتشتغل معاه يعملوا أكل للشمامسة دول عشان يأكلوهم سندوتشات قبل ما يمشوا يروحوا بيوتهم. هاجي أسألكم سؤال وجاوبوني عليه، ما هو شعور هؤلاء الأطفال الصغار اللي بياخدوا الأكل اللي طلبوا البابا بنفسه إن هم يعدوا ليهم ويتوزع عليهم؟ لا أستطيع ولا يستطيع أحد أيا كان أن يصف هذا الشعور داخل هؤلاء الأولاد. هؤلاء الأولاد الذين أكلوا منذ طفولتهم على مائدة القديس البابا كيرلس السادس، ما زال الطعام في فمهم للآن، هم وأولادهم وأحفادهم، ودول اللي بيعلموا أولادهم إن هم يصوموا ويروحوا الكنيسة. كان يحس الشباب والأولاد على حضور القداسات، بيصلي كل يوم، ممكن يصلي بدري عشان يتمكن الموظف ويتمكن التلميذ ان هو يحضر القداس قبل ما يروح المدرسة او يروح شغله. فكان الشمامسة ينبه عليهم مش يجوا يحضروا الانجيل، لا، يجوا يحضروا صلاة باكر، صلاة رفع بخور باكر. والشمامسة اللي تحضر رفع بخور باكر وهم ماشيين، كل شماس ياخد قربانة كاملة. طب الشماس اللي متأخر اللي ما حضرش رفع باكر ما يخدمش في القداس وياخد حتة صغيرة من لقمة البركة. شخص عجيب، عجيب جدا جدا جدا.